أهلا بكم. في البداية دعونا نشاهد هذا التقرير عن الصحفي غمدان اليوسفي ثم نأخذ معه الاتصال. غمدان اليوسفي من مواليد بني يوسف محافظة تعز، درس في قسم الصحافة في كلية الإعلام ومارس العمل الصحفي في عدد من الوسائل الإعلامية المحلية الرسمية والحزبية والأهلية. عمل مراسلا لعدد من المواقع والصحف ومحررا في وكالة الأنباء اليمنية سبأ، ونشر مقالاته في عدد من الصحف والمواقع المحلية والعربية بالإضافة لنشره لمقالاته وكتاباته في صفحته في الفيسبوك. يعتبره الحوثيون أحد الشخصيات المطلوبة لهم جراء نشره عددا من الوثائق المتعلقة بفسادهم وكذلك آراؤه في القنوات الإخبارية. رفع الحوثيون عليه قضية قضائية مع عدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية اليمنية بسبب كتاباته وآرائه على صفحته في الفيسبوك. ينشر في صفحته كثيرا مما تقوم به الميليشيا الإنقلابية من جرائم في حق اليمنيين وفي حق الدولة اليمنية، ويتحدث صراحة عن استمرار الحوثيين في حوثنة الدولة والمرافق والمؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية. يتابعه في صفحته في الفيسبوك ما يزيد عن 22 ألفا من المتابعين. الصحفي غمدان اليوسفي معنا عبر الهاتف، مرحبا بك سيد غمدان. أهلا وسهلا. ربما استمعت إلى التقرير، أبدأ معك عن ميليشيا الحوثي الانقلابية. أصدرت بحقك عد قضايا، يعني قامت من هل هذه القضايا التي أصدرتها ميليشيا الحوثي الانقلابية أو التي ادعتها عليك من خلال نشاطك على مواقع التواصل الاجتماعي أم من خلال مهنتك الصحفية؟ اولا شكرا لاختياري هذا يعني البرنامج المهم، ويعني اعتبره ربما يعني شهاده لي واشكركم كثيرا. بالنسبه لما يتعلق بعمل يعني العمل الصحفي مع يعني وتوجه الحوثيين ضد يعني الصحفيين بشكل كامل، وانا احدهم التي يعني وردت ضمن قوائم متعدده، يعني قوائم ربما هي ترهيبيه وقوائم تحريضيه وما الى ذلك من هذه القوائم. نعم. ربما اولا انا كنت قد بدات بنشر بعض الوثائق منذ وقت مبكر في وقت بعد دخول عمل العاصمه صنعاء، وكانت ربما هذه قبل الانقلاب. قبل الانقلاب ام بعد الانقلاب قمت بنشر الوثائق؟ قبل الانقلاب، يعني كان ذلك قبل الانقلاب واثناء الانقلاب ايضا الوثائق، يعني اول من ربما انا كنت نشرت بعض الوثائق المتعلقه باجتياحهم لبنك سبأ وتحويل الاموال المتعلقه فيه، وايضا الاموال المرتبطه بمجموعه شركات حميد الاحمر الشيخ حميد الاحمر، وهذه ربما كانت احدى اهم الامور التي استفزتهم كثيرا. وحين اعتقلوا مدير مكتب رئيس الجمهوريه كان احد الاسئله التي اثناء التحقيق معه لديهم سالوه عن علاقته بغمدان اليوسفي وما وتواصلكم وما الى ذلك، يبدو انه يعني حتى كان يتم مراقبه البريدات وما الى ذلك. فبعدها سافرت الى القاهره، يعني كان سفري لغرض يعني العلاج، ولكن بعد خروج الدكتور احمد عوض مبارك من الاعتقال كان يعني تواصل بي نبهني الى انه تم الاستفسار عني وفي اثناء التحقيق، وارتأيت عدم العوده الى العاصمه صنعاء. بعد ذلك يعني حدثت موجه الاعتقالات الصحفيين، ويعني بعد ذلك يعني ايضا ظهرت القوائم المتعلقه باسماء الصحفيين خصوصا الذين يظهرون في القنوات. انا كنت يعني اتحدث منذ سنوات على القنوات الفضائيه، وليس هذا الامر فقط منذ الحرب او منذ الانقلاب، يعني انا يعني فتره سابقه يعني فاعتبر يعني احد الصحفيين الذين يتم يعني تم استهدافهم وتوجيه تهم لهم، وايضا يعني التهديدات تصل بشكل يومي اعتيادي. نعم يعني طيب كيف الى مرحله الاعتياد على هذا الموضوع وقوائم التخوين وما الى ذلك. نعم. القضيه التي رفعت في المحكمه يعني ايضا هذه ضمن مجموعه من السياسيين والاعلاميين وما الى ذلك، ووجه بها النائب العام هي بتهمه المساس بالجمهوريه، وهي الان في محكمه الجزائر المتخصصه حسب ما تم تحويلها من قبل النائب العام، وهذه كلها تفاصيل اعتقد يعني
أصبحت جزء من الحياة اليومية. نعم طيب أصبحت جزء من الحياة اليومية، كيف أنت تعاملت مع هذه القضايا التي رفعتها ضدك ميليشيا الحوثية الانقلابية، وما مصادر الوثائق التي قمت بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ربما التي أخذت اهتمام كبير بالنسبة للمتابعين سواء كانوا الصحفيين أو المجتمع المدني بشكل عام؟ كانت الوثائق الأولية هي متعلقة كما تحدثت بما يتعلق ببنك سبا ووزارة الصناعة وتعاملها مع بنك سبا حينها، وكثير من الوثائق يعني المرتبطة أيضا ب يعني بدوهم أساسا بالشركات المرتبطة بالشيخ حميد الأحمر، وهذه كانت الوثائق تصل أيضا من الرئاسة، يعني ربما كان لدي تواصل مع كثير من المصادر، وكنت أنشرها في البداية كانت مستفزة بالنسبة لهم، لكن يعني ورغم أنني حتى هذه اللحظة ربما أنا أكثر الأشخاص الذين ينشر وثائق حول التعيينات الجديدة ويعني موجودة في صفحتي كل هذه. نعم طيب لماذا اخترت أن يعود استفزهم أن تنشر وثائق عليه؟ يعني ما يستفزهم الآن آخر قضية، طبعا أنا من أثار قضية الشيخ يعني القاضي العمراني، أول ما كتب عنه أنا بعد تواصل مع أسرته طبعا لكي أتوثق من الخبر، وفي النهاية كشفت كل التفاصيل وأصبحت قضية رأي عام قضية القاضي العمراني. طيب سوف نتحدث عن القضايا التي تنشرها بشكل عام، وسوف تحدثنا أيضا عن القضية الأخيرة التي قام بميليشيا الحوثية الانقلابية بالاعتداء على الشيخ العلامة القاضي العمراني، لكن حدثنا عن مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا اخترت مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مثل هذه الحقائق بالرغم من تواجد كثير من القنوات؟ هل هي مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بمتناول جميع أيادي أو شرائح كبيرة من المجتمع المدني تستطيع من خلالها إيصال كل الرسائل التي لا تستطيع إيصالها مثلا على عبر الوسائل المرئية أو المكتوبة؟ فقدنا الاتصال مع السيد غمدان اليوسفي. شكرا عموما، شكرا جزيلا لك سيد غمدان على حضورك معنا عبر الهاتف في هذه النافذة.